في شهر ابريل هنا المرموم 2014 للميلاد. هنا شوطنا مشاهدين الاعزاء السادس عشر يحمل بكار مهجنات تصايل اسير الى المقدمه وانطلق مع قرطاسه في الصداره في المركز الاول من هجن العاصفه وحمد بن راشد بن غدير يضمرها، بينما المركز الثاني وصلت هناك مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام هجن الشيحانيه لتتواصل من خلال تواجد الغاريه وسالم بن فاران المري هو من يقود ايضا الشحانيه في هذه اللحظات او الغاريه، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات شوق من هجن الرياسه عيسى بن احمد بن مايد الخيالي من يقود هذا الاسم، يتواجد البارع مقدما انطلاقه رائعه من خلال هذا الاسم اسم شوق، بينما نقلتنا الى المركز الرابع لاجد هناك ايضا اللي هي وصلت الشاحنيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد من يقدم هذا الاسم. انتقل بحضراتكم الى المركز الخامس اللي ارى شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فيصل بن طالب بشريم المري يقدم الشاحنيه المنطلقة في هذا الشوط وأيضا الباحثة عن ناموس شوط الختام، ولكن هناك الاسم القادم في هذه اللحظات على المركز السادس. تصل في هذه اللحظات الشاهينية لاسم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيق بن علي بن خفية يضمرها هنا في هذا الانطلاق، بينما الدخول من أيضا اللي هي شعلة من هجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي المقدم انطلاقه رائعه على المركز السابع والمركز الثامن. وصلت العزره من هجن الرياسه احمد بن مايد الخيالي في عمليه التضمير والتدريب، بينما الاسم القادم الوصول ايضا من مشهوره من هجن الرياسه صالح بن سعيد بن العاري المري في عمليه التضمير والتدريب. جياش القادمه مكتوم سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفلي يضمرها، وهناك ايضا القادمه اريام من هجن الرياسه علي بن يميل الوهيبي. هكذا هي النتيجه العشر المراكز الاولى المتقدمه في شوط ختام الفتره الصباحيه. هناك اعود الى المقدمه والصداره والمركز الاول والانطلاق الاول هناك في المركز الاول قرطاسه من هجن العاصفه وحمد بن راشد بن غدير يضمرها هناك في هذا الانطلاق الرائع والجميل. تقدم عروض رائعه وايضا الواثق ما زال ايضا محافظ على التوقيت الافضل من خلال تواجده سلام ايضا المنطلقه في فترتنا الصباحيه والمتالقه نجمه الفتره الصباحيه مع التوقيت الزمني. دخول الشاهينيات في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم باختلاف المضمرين، هنا ايضا تدخل من الشاهينيه من تحمل الرقم 16 ايضا بقياده مضمر القرن فيصل بن طالب شريم المري هو من يقود هذا الاسم، وهنا شاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتواجد احمد بن سلطان بن رشيد، وهناك شوق اللي وصلت على المركز الرابع من هجن الرياسه ليتواجد عيسى بن احمد بن مايد الخيالي، ولكن وصل الوهيبي مقدم شعله من هجن الشحانيه سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الخامس. سادس المراكز الذهبي بدا ينتقل من مركز الى اخر، ياتي هنا سالم بن فاران يقدم هجن الشحانيه من خلال تواجد الغاريه، ولكن اللي غيرت من الجانب الاخر الشاحنيه لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، هناك عتيق بن علي بن خفية من يتواجد ويقدم هذه الانطلاق. وصلت في هذه اللحظات وصلت ورود لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بخميس النبي يقدمها هنا في هذه اللحظات، ولكن الله وصلت العزرة انطلقت العزرة من هجن الرياسة أحمد بن مايد الخيالي. ياتي الفيلسوف والبارع القادم البارع من العنود لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، وهنا وصل السهيل بن دري الفلاحي يقدم هذا الاسم ينطلق مع روعة من هجن الرياسة، ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة في هذه اللحظات. يا سلام قرطاسة ما زالت على المركز الأول ما زالت على الصدارة قرطاسة من هجن
العاصفة ليتواجد حمد بن راشد بن غدير يضمر قرطاسه هناك الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوب فيصل بطالب شريف يضمرها وهناك أيضا الشاهينية القادمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوب ليتواجد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يا سلام الخطير ولكن ورود وصلت ورود لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بقميص الإنيبي زعيم المضمرين وصلت العزرة انتقلت العزرة من مركز الآخر من هجن الرئاسة ليتواجد أحمد بن مايد الخيل يا سلام القادمة روعة القادمة روعة من هجن الرئاسة ليتواجد سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي بدأ ينطلق من مركز الآخر من مركز الآخر عين على الصدارة عين على المقدمة أيضا ينضم مع قرطاسة في هذه الانطلاقة 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط ولكن قرطاسة قرطاسة على صدارة قرطاسة على المركز الأول من هجن العاصفة يتواجد الواثق الواثق حمد بن راشد بن غدير يا سلام شوفوا الأسماء شوفوا الأول القادمات الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوم يتواجد أحمد بن سلطان بن رشيد وصلت روعة 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 انتقلت من مركز الآخر لهجن الرئاسة بتواجد سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي وهناك ورود ورود لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الهيان هناك محفوظ بخميس ألي نيبي القادمة مسكتة وصلت مسكتة في هذه اللحظات من هجن العاصفة أول لدى المسكتة ولكن خط النهاية بدأ يقترب مع الستمائة متر الأخيرة الله 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 قرطاسة قرطاسة روعة روعة قرطاسة لهجن العاصفة وروعة هناك لهجن الرئاسة القادمات بهذا الانطلاق شوط الختام شوط الختام في الفترة الصباحية في سن الصغار هنا سن المتعة الإثارة هنا الأداء الرائع الإثارة الطاغية في في ميدان الوثبة تحفة الميادين الله 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 قرطاسة قرطاسة على المركز الأول الانطلاق الأول مع هجن العاصفة تبحث عن نقطة أخرى عن نقطة الثامنة كمبيوتر المرموم يؤكد النقطة الثامنة هنا مع هجن العاصفة ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الرائع تهانينا تهانينا والناموس لهجن العاصفة وإلى مالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي لحظاتي وصول قرطاسة كانت من البداية في المقدمة وأنهت الشوط تهانينا والناموس روعة في المركز الثاني من هجن الرئاسة المركز الثالث مسكتة من هجن العاصفة رابعا ورود لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد النهيال المركز الخامس وصلت هناك الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوم تهانينا والناموس إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هكذا كانت المنافسة وكانت قرطاسة صاحبة المركز الأول لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير تهانينا والناموس هذه لحظات العادة من المخرج لتكون أيضا قرطاسة في مقدمة السباق وفي المركز الأول لتقطع مسافة 6 كيلومترات بالفعل في توقيت زمني قدر أيضا بتسع أجزاء من الثانية 10 ثواني وتسع أيضا دقائق تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني وصلت روعة هناك من هجن الرئاسة بقيادة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز والانتصار تهانينا لهجن الرئاسة 9 دقائق 13 ثانية وفانوا تماما وكمالا هي من وصلت في المركز الثاني روعة من هجن الرئاسة بقيادة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي بينما المركز الثالث كانت مسكته من هجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير تهانينا والناموس لحظات أيضا الوصول بالتوقيت الزمني قطعت المسافة في أيضا وقت زمني قدر بتسع دقائق سبع ثانية وأربع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام كانت الانطلاقة وكان هذا الأداء الجميل والرائع أيضا الذي شاهدنا من خلاله المؤسسات الكبيرة التي تنافست من خلال الفوز والانتصار في هذا اليوم الجميل والرائع الذي خصص هنا لسن الإذاع لأصحاب السمو الشيخ على الفترتين الصباحية والمسائية.